أيضا ضيوفي الكرام أو مشاهدينا الكرام أن نبدأ حلقة اليوم بلقاء مع ضيفي عبر الهاتف الدكتور محمد سرور أصبان المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي. دكتور محمد نرحب بوجودك معنا. أهلا وسهلا أختي الفاضلة. أهلين دكتور. يعني بداية نتحدث عن قرار أوبك الأخير، هذا القرار ودي تعطينا تعليقك عن هذا القرار وكذلك هذا الانعكاس الواضح على الأسعار. القرار لم يكن غير متوقع، المتابعون جميعا عرفوا أن الأوبك سوف لن تخرج بقرار لتخفيض الإنتاج، وذلك لفشل المحادثات الثنائية سواء بين أعضاء الأوبك أو بين أعضاء الأوبك والمنتجين من خارجها. كل هذه أنبأت أو أعطت صورة واضحة بأنه سوف لن يكون هنالك قرار بتخفيض الإنتاج، وسواء تم تحديد سقف الإنتاج أم لم يتم فإن هذا لا يعني شيئا بالنسبة للسوق، ولذلك السوق تأثرت سلبا بهذا الخبر. الأسواق العالمية انخفضت، أسعار النفط وصلت، الخام الأمريكي وصل إلى حدود 37.6، كل هذه العوامل كانت متوقعة بعد هذا القرار، ولذلك المملكة العربية السعودية أو أسواق الأسهم في المملكة تتأثر بأسعار النفط كوننا نعتمد على إيرادات النفط بشكل كبير في حدود 90% بالنسبة للإيرادات الحكومية. ولكن هذا القرار الأخير لأوبك دكتور محمد جعل البعض يرى أنها بداية لضعف دور المنظمة في الفترة القادمة. صحيح، المنظمة الآن أصبحت ليست بالقوة التي كانت عليها في السابق. في السابق كانت تنتج أكثر من 42 إلى 44% من مجمل الانتاج العالمي، الان لا يزيد انتاجها عن 30%. هي ضعيفه، هنالك منتجون كبار قد ظهروا في الساحه مثل الولايات المتحده على سبيل المثال، النفط الصخري، البرازيل، روسيا الى اخره، كل هذه الدول، روسيا على سبيل المثال الان تنتج في حدود 11 مليون برميل يوميا، تجاوزت المملكه العربيه السعوديه وتجاوزت ايضا الولايات المتحده. كل هذه الأمور بتنبئ بأن الصورة قد تغيرت، ولذلك بدون تعاون الدول من خارج المنظمة مع دول الأوبك فإن المنظمة سوف لن تستطيع وحدها أن تقوم بهذا الدور، وأيضا في إطار المنظمة هنالك زيادة في إنتاج الإيراني متوقع العام القادم بعد رفع العقوبات، هنالك زيادة في إنتاج العراقي إلى آخره، فكل هذه الأمور تنبئ ايضا ان العبء حتى لو خفضت المنظمه ان العبء سيلقى بالتبعيه وبالضروره على دول مجلس التعاون الاعضاء في المنظمه وعلى راسها المملكه العربيه السعوديه، وهذا امر غير ممكن لانه في الوقت الذي ينخفض فيه انتاج هذه الدول المملكه العربيه السعوديه وشقيقاتها من دول المجلس سيزيد الاعضاء الاخرون من الاوبك، وايضا سيزيد المنتجون الآخرون من خارج الأوبك في من إنتاجهم في الفترة القادمة، ولذلك كان هنالك تحفظ بالنسبة للمملكة أنه إذا كان هنالك تخفيض فلا بد أن يكون تخفيض جماعي بين كبار المنتجين. نعم دكتور، تحدثت عن الإنتاج من إيران والعراق، إيران نعم. بعد رفع العقوبات، ولكن هل لديهم القدرة الفعلية لرفع سقف الإنتاج دكتور؟ لأن هناك من يتحدث أو بعض التقارير تحدثت عن تهالك المنصات في كلا البلدين، كذلك الوضع الأمني والسياسي بالعراق ربما يحد من رفع سقف الإنتاج. أختي الفاضلة، لا ننسى أن إنتاج العراق العام الحالي قد وصل إلى أكثر من 4 مليون برميل يوميا، وهو أعلى معدل منذ السبعينات. فالعراق بالرغم يعني معظم التسهيلات البترولية النفطية هي في جنوب العراق، هي في مناطق لا بعيدة عن الأحداث التي هي الأيام هذه، ما عدا جزء فقط من الإنتاج العراقي وهو الخاص ب الكركوك والموصل، هذه قد تتأثر، لكن بقية البترول في جنوب العراق غير متأثر، والشركات هنالك تحاول أن تزيد من طاقتها الإنتاجية وليست هنالك مشاكل. أما بالنسبة لإيران فإيران قد بدأت في إعداد منصاتها وإعداد حقولها لمزيد من الإنتاج منذ الإعلان عن الاتفاق وهو في منتصف العام الحالي،
وبالتالي هنالك فرصة كبيرة كانت ولا زالت للتوقع بأن الإنتاج الإيراني منذ أن تبدأ العقوبات في الرفع أو ترفع العقوبات سيبدأ أو سيدخل حيز الإنتاج ويدخل للأسواق يمكن خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر مع إزالة العقوبات. وبالتالي لابد أن لا نعتقد أو أن هذه الأمور ستأخذ وقتا طويلا، وتم الإعداد لها، تم استدعاء الشركات، وتم إبرام اتفاقيات. وهذه لما حينما نتحدث عن نصف مليون إلى مليون برميل يوميا إضافية، هي ليست بالشيء الكبير لدولة عايشت إنتاج البترول لفترات طويلة. لو تحدثنا عن 2-3 مليون برميل يوميا، أنا أتفق معك بأنه وأتفق مع المحللين أن هذا قد يأخذ وقتا طويلا حتى يظهر في الأسواق. طيب، هناك ارتباك في التقارير التي تتوقع الأسعار القادمة لأسعار النفط. هناك من يتفائل وهناك من يتشائم دكتور محمد، وهناك من يرى 60 دولار للبرميل في عام 2016. هل تميل لهذه الآراء؟ لا، أنا لا أميل للآراء المتفائلة. هنالك فائض كبير في الأسواق يقدر بحوالي 2.5 مليون برميل يوميا عدا الكميات التي ستزيد العام القادم كما ذكرت من العراق وإيران وغيرها. فبالتالي ما لم يتم سحب أجزاء متزايدة من هذا الفائض، وخاصة في ظل التباطؤ الشديد وعدم مرونة النمو في الطلب العالمي على النفط نتيجة للتغيرات الهيكلية التي حدثت فيه، فالعام القادم 2016 أنا بودي أنه يكون هنالك ارتفاع، وبودي أن أكون متفائلا، لكن العام القادم 2016 سيكون صورة طبق الأصل من العام الحالي. ما لم يحدث هنالك تخفيض إما طوعي من خلال أوبك وكبار المنتجين أو إجباري لا سمح الله بتوقف إنتاج منطقة من المناطق الرئيسية لإنتاج النفط. نتمنى أن يكون صورة من هذا العام، لأنه هذا العام مررنا بعدة أشهر كان النفط متوازن حول 45 واقترب بشكل كبير من 50 وربما تخطاها، لكن البعض إن ربما إن شاء الله دكتور. طيب، في كثير من الأمور تلفت الانتباه في هذه الفترة دكتور، يعني تعلمنا وتعودنا أنه مع بعض العوامل المتوترة ربما جيوسياسيا باليمن بسوريا، كذلك بداية انتعاش اقتصادي في أمريكا، بداية دخول فصل الشتاء وكثير من العوامل الأخرى، يعني تعودنا أن هذه الأمور داعمة بشكل كبير لأسعار النفط. رغم ذلك نرى مزيد من الضغط، مزيد من التراجع على الأسعار، وهذا الأمر يلفت جدا الانتباه. حينما أختي الفاضلة، حينما يلتفت العالم لعامل جيوسياسي كما ذكرتي ويبدأ يحاول أن يستغله في ظروف المضاربة، يجد أنه أمام فائض كبير من النفط، وبالتالي لا خوف. إذا كان هنالك 3 بلايين برميل موجودة بين مخزون عائم ومخزون على باطن الأرض أو في داخل الأرض، فلا خوف من انقطاع الإمدادات بفعل العوامل الجيوسياسية. فهذه العوامل صدقتي في الماضي كان حتى حينما تهب رياح على خليج المكسيك وعاصير نجد أن أسعار النفط ترتفع جدا. صحيح. عندما يكون هنالك عاصفة شتاء في شمال الولايات المتحدة وشرقها نجد الأسعار مرتفعة. حينما يكون هنالك تهديد من هنا وهناك بإغلاق مضيق هرمز أو باب المندب نجد أن هنالك ارتفاع شديد في الأسعار. لكن الآن في ظل وجود وتراكم هذا المخزون الهائل وتراكم هذا الفائض الكبير، فلا العالم سار أصبح لا يتخوف من أي تأثير من أي انقطاع في أي مرحلة من المراحل، إلا لو كان التأثير أو الانقطاع دائم لفترة طويلة، وإلا فإن هذا الفائض لا زال يجثم على جسد السوق النفطية ويمنعها من التحرك كما يسهم المصارع على فريسته. نعم، صحيح دكتور. أيضا أمور أخرى تلفت الانتباه، مع هذا التراجع الكبير في أسعار النفط هوت بشكل حاد، نرى أن كثير من الدول المستثمرة في هذا المجال، المجال النفطي، تصر على الاستمرار في هذا المجال، في الاستثمار في المجال النفطي. هل من جدوى في هذا الاستثمار؟
بعضها لها جدوى. طبعا منتجي الشرق الاوسط ومنطقتنا بالذات تكاليف الانتاج في حدود 10 دولار للبرميل، فطالما العائد هو اعلى من 10 دولار قد يبرر، لكن وجود ما يسمى بالايدل كاباسيتي او الطاقه غير المستغله لا يجزي، لانه اوجه الاستثمار في 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 فرص اخرى افضل، ولذلك تكلفة الفرصة البديلة هنا مرتفعة. أنا أعتقد أنه تدريجيا يعني إذا استمرت الأسعار في هذه المستويات فإن هنالك تناقص في الاستثمارات سواء في النفط التقليدي أو غير التقليدي في السنوات القادمة. يعني نبدأ نلحظها فيما بعد عام 2020 حينما يتم انتهاء الفائض وتبدأ الأسواق تستجيب او تبدا الاسعار تستجيب لعدم لوجود توازن في اسواق النفط. نعم دكتور محمد، سؤال اخير، يعني بالنسبه لهذه الاسعار اذا استمرت وتيره التراجع الى اي مدى دول الخليج بشكل عام والمملكه العربيه السعوديه قادره على مواصله مشاريع النماء، مشاريع البنيه التحتيه القويه التي بداتها منذ عده سنوات؟ المملكة العربية السعودية وشقيقاتها قادرون بإذن الله في أن يتجاوزوا هذه المحنة الصعبة. أنا أتصور أنه بترشيد الإنفاق وإيقاف الهدر وإيقاف الفساد وتعثر المشروعات وزيادة إيرادات الدولة سواء في المملكة العربية السعودية أو شقيقاتها عن طريق فرض ضرائب مبيعات، عن طريق التخصيص، مزيد من التخصيص، عن إلى آخره، فإن هذه ستؤدي أو ستساعد دول الخليج في التأقلم مع أسعار لم تكن تتصور أنها ستتأقلم معها، وهي في حدود 55 دولار للبرميل دون أن يحدث هنالك عجز في الميزانية. في نفس الوقت ريثما تقوم بهذا فإن عملية السحب من الاحتياطي وأيضا الاقتراض من السوق الداخلي يساعد في التخفيف او في القضاء على عجز الميزانيه المؤقت، لكن الاستمرار في هذه السياسه قد يؤدي الى تآكل الاحتياطات ويؤدي الى ارتفاع نسبه الدين العام، وهذا جميعه لا نرضاه ولا نتوقع انه يستمر، وانما الاستمراريه هي في بناء جسد اقتصادي صحي بعيدا عن الترهل وبعيدا عن الشحوم والدهون، يستطيع أن يقاوم ويستطيع أن يصل إلى بر الأمان بإذن الله، وأنا متفائل بهذا. جميل، وأنت بالفعل عدت ال 55 دولار في ختام مداخلة اليوم دكتور محمد سرور صبان المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي. الحديث في هذا الأمر جدا يطول، وأنا جدا شاكرة لوجودك معنا في حلقة اليوم. شكرا جزيلا. العفو، أنا سعيد جدا. شكرا دكتور.